أنا بشكر أولاً الضغط الأطباء الطبيعي الدكتور أحمد الدكتور أشرف الدكتور رامي شوي الدكتور بسمة الدكتور نون، شكراً جزيلاً على الدعوة والمؤتمر العظيم ده إن شاء الله ومن نجاح لنجاح. طيب النهاردة هنتكلم عن موضوع يعني بنشوفه كتير في العيادة اللي هو الهلوس الروتيني، يعني الحالات اللي الهلوس الروتيني بتجينا كتير، سواء المريض عاوز يخس فلازم اعمل له تحليل الغده، مريض عندها مشاكل في دوره، مريض متاخر في الحمل، فالغده الدرقيه من الحاجات المهمه اللي احنا يعني بيكون في تدخل في التخصصات، بيشوفها دكتور الباطنه وبيشوفها دكتور التجسيس وبيشوف كذا حاجه. طيب الهايبوثايرويديزم، ايه هو الهايبوثايرويديزم؟ الهايبوثايرويديزم اللي هو اندر اكتف ثايرويد جلاند. الهايبوثايرويديزم means that thyroid gland cannot make enough thyroid hormone to keep the body running. يعني الثيرويد مش بتفرز الثيرويد هرمون بصوره كافيه، وبالتالي الجسم مش بيعرف يقوم بالوظائف المطلوب منه يقوم بيها. طيب ليه الثيرويد هرمون مهم؟ يعني احنا ليه بنهتم ان احنا نعالج خمول او كسل الغده الدرقيه؟ ان الثيرويد هرمون ده من الهرمونات المهمه اللي ليه بيخش في وظائف متعدده في الجسم، من ضمنها مثلا ان هو بيزود الميزان المتبادل اللي هو بنقول عليه ان هو بيزود الحركه مثلا من البلد يعني. الثيرويد هرمون لو حسب الجرعه اللي بناخدها بيعمل يا اما بيعمل جوليسيز او بيعمل جوليسيز، يعني لما باخد ثيرويد هرمون بجرعه كبيره بيعمل لي جوليسيز او هايبر ثيرويديزم بيزود معايا الجوليسيز، لكن في حالات الهايبر ثيرويديزم بيزود الجوليسيز. يعني عند العيادة اللي عنده هايبر ثيرويديزم بلاقي في الليبيد بروفايل الكوليسترول والتريجلسيرايد المستوى بتاعها عالي شويه. طيب برضه بيعمل ستيبوليشن للميتابوليزم اوف كربوهيدرات. طيب وبرضه البروتين بيعمل انابوليك افكت. طبعا الثيرويد هرمون برضه ممكن لو بجرعه زياده بيعمل لي بيزود الكاتابوليزم للبروتين. طيب في الشيلدرن ليه دور مهم جدا؟ يعني احنا عندنا في الاطفال لما يكون عندي عيل او طفل متاخر في النمو لازم ادور على الثيرويد هرمون زي ما بدور بالظبط على الكروس هرمون. يبقى الثيرويد هرمون ليه دور مهم جدا مع الكروس هرمون، لان هو بيعمل ستيموليشن للبودي للبون جروس وللمنتال ديفلوبمنت. الامباكت اوف ثيرويد هرمون على السنتر نيرفس سيستم از فيري امبورتنت، لان هو ديورنج البري نيتال بيريود مطلوب عشان يعمل بري ماتوريشن، وفي الادلت بيعمل مود افكشن. يعني دايما المريض الهايبوثيرويدزم بيلاقي عنده اكتئاب، مريض الهايبوثيرويدزم بيلاقي عنده انكزايتي وتوتر وتريمر ولاكو في سليك. يبقى الثيرويد هرمون ليه دور مهم جدا على السنترال نيرفس سيستم. برضه في التركيز، يعني مريض الهايبوثيرويدزم بلاقيه بينام كتير، بلاقيه مش مركز، بلاقيه صوته يعني في سلود سبيش وفي اللي بينام بزياده. الثيرويد هرمون مهم جدا لدى السيدات، لان هو بيأفكت الفيرتيليتي والإمبريوليشن من ستيرويشن. كوزس اوف هايبوثيرويديزم، يعني لازم اكون عارف اسباب خمول الغده الدرقيه. خمول الغده الدرقيه بيكون ليه ثلاث اسباب، يا اما برايمري يعني الغده نفسها، او سكندري هايبوثيرويديزم يبقى عامل اخر، او تيرشي. البرايمري هايبوثيرويديزم اكثر معانا الاوتو ميون ديزيز زي الهاشيموتو ثيرويدايتس او اتروفيك ثيرويدايتس، هي تروجينيك المرضى اللي هم خدوا راديو اكتف ايودين او ايود المشع، ثيرويدكتومي العيانين اللي بياخدوا بعض الدرجات زي الاميدارول اللي هو الكوندرول او الليثيوم. في بعض الحالات ترانزيانت بيحصل فيها ترانزيانت هايبوثيرويديزم، يعني بيكون مؤقت، وده بنشوفه في حالات البوست بارتم ثيرويدايتس لما واحد بيتولد وبعدها بفتره بيحصل الالتهاب في الغده الدرقيه وبتخش لي في هايبوثيرويديزم، وغالبا بيبقى فتره مؤقته ممكن تاخد من 6 شهور لسنه وبعد كده بيتحسن لوحدها يعني. سكندري هايبوثيرويديزم في الناس اللي عندهم بيتيتري فيلر او بيتيتري تيومر. هايبوثيرويديزم في الناس اللي عندهم هايبوثالاميك فيلير، ودي صراحه نادره لما بنشوفها. هايبوثيرويديزم في التشيلدرن، يعني انا لما يجي لي طفل مولود جديد ازاي بشك
فيها الهوسيلوجازم، يعني بلاقي ان في سلاج شفيري، بلاقي العيل عنده كونستيبيشن لسربي، الواد او الطفل بينام كتير، هورس كراي هايبوثيرميا على طول جسمه مسقع وبارد، لو عملت له شيست اكس ري او ايكو بلاقي فيه كاردوميجالي، السماعه بسمع ميجمال على صدره، احيانا بلاقي بيريكاردال فيوجن بدون سبب، ماكروسيتيك انيميا، الهايبوتونيا والسلو ريفلكسز يعني الطفل الريفلكسز بتاعته بطيئه وفي هايبوتونيا، احيانا بلاقي برولوجيك فيسيولوجيكال جونس. لو الكلام ده ما اتعالجش واستمر الموضوع ده بدون تشخيص، لما يكبر الطفل بلاقي انه عنده النمو بتاعه اتاخر، سلو لينير جروس، لوس اوف اي كيو، اتاكسيا، جروس اور فايت موتور كوردينيشن، هايبوتونيا، سباستيستي، سبيتش ديس اوردر، اتنشن ديفيسيت، استرابيزموس، سنسوري نيورا ديفنس، وده بلاقيه في 10% من الحالات. وبالتالي الهايبوثيرويديزم في الاطفال لازم اكتشفه مبكرا عشان ما يدخلنيش في الريفرس والدمج والطفل يفضل طول عمره يعاني. وبالتالي احنا عندنا لازم نعمل سكريننج للنيونات، لازم ريكومندد ان نعمله سكريننج لما الطفل يبقى في اليوم الثالث، نعمل في وزاره الصحه اللي هي اللي بيقول عليها العينه بتاعه كعب القدر، دي حاجه مهمه جدا جدا عشان اعمل سكريننج للكونجنتال هايبوثيرويديزم. التستنج شود بي بيفورمد بيفور ديسشارج اور ويزين 7 دايز اوف بيرث. احيانا بلاقي في فولس بوزيتيف، يعني التحليل العادي وهو اساسا مش عادي، وده بيبقى في بعض العينات اللي عملناها كولكشن في خلال 24 48 ساعه من الولاده عشان تتلازم عادي السامبل مره ثانيه. واحيانا بلاقي فولس نيجاتيف، يعني انا التحليل العيب سليم وما فيهوش حاجه، لكن هو فعلا عنده هايبوثيرويديزم، وده بلاقيه في الحالات اللي بيكون كريتيكال ايه، او الطفل واخد بوست ترانسفيوجن خد خدام او ارموسيزي، فبلاقي التحليل بتاعه فولس نيجاتيف. ذا بيست سكريننج تيست فور ديتكشن اوف كونجنتال هايبوثيرويديزم ان انا اقيس التي اس اتش والاف تي 4 مع بعض، ما اقيسش التي اس اتش بس او الاف تي 4 بس، لا الافضل واحد فيهم ريكومند في الجايد لاينز ان انا اقيس التي اس اتش والاف تي 4. طيب الاوروبيان سوسايتي اوف بيتانيك اندوكرينولوجي الجايد لاينز ريكومند بيرفورمينج سكند سكريننج فور ذا فولوينج انفانت، يعني ما تكتفيش سكريننج واحد في العيال البريتيرم او اللو بيرث ويت او فيري لو بيرث ويت نيونيتس. الانفانت اللي بيعملوه بادمشن للنيونيت الانتنسيف كير يونيت. الانفانت اللي عملنا لهم تيستنج في اول 24 ساعه، لا برضه عمل تحليل تاني. المالتيبل بيرسز يعني اللي فيه توينز او تريبلت برضه يفضل ان انا اعمل له سكريننج للتي اس اتش عشان اتاكد ان مفيش كونجنتال هايبوثيرويديزم. طيب اكوردنج تو ذا امريكان اكاديمي اوف بيدياتريك جايد لاينز اني انفانت ويز لو تي 4 كونسنتريشن وهاي تي اس كونسنتريشن اكثر من 40 ده بيعتبر هافنج برايمري هايبوثيرويديزم. Confirming serum testing should be performed to verify the diagnosis and the treatment initiated immediately and before the result of the confirmatory tests are available. يعني خلاص انا لقيت التحليل كده ابتدي في العلاج حتى قبل ما تظهر نتيجه التحليل التاكيد. Infant was moderately elevated TSH يعني الليفل بتاعه من 17 ل 19، دول having significant risk of كمل على having congenital hypothyroidism. The testing should be repeated. It's important that age appropriate normative values used. يعني كل سنة طبعا بيبقى فيه reference range مختلف في TSH فلازم نكون عارفين. Reference range of TSH or most common type of TSH re-evaluation يعني عملوا re-evaluation من اسبوعين لست اسابيع تاني، يا ريت يكون من 1.7 ل 9.1، يعني ناخد العلاج ونعمل له ايفالويشن بعد العلاج من اسبوعين لسته، يا ريت يكون الليفل بتاعه التارجت بتاعنا من 1.7 ل 9.1، طبعا الريفرنس لي في الكبار بيكون مختلف عن كده خالص. طيب ايه هو الجول اوف تريتمنت اوف كونجنتال هايبوثيرويديزم؟ انا بعالجه ليه؟ الجول ان عشان كوريكت هايبوثيرويديزم
ensure normal growth and neuropsychological development. The goal of treatment of congenital hyperthyroidism is early diagnosis and thyroid hormone replacement. أهم حاجة إن أنا أشخصه بسرعة وأديله العلاج بتاعه بسرعة. Optimal care include diagnosis before age of 10 to 13 days قبل ما يكمل 10 إلى 13 يوم و normalization of thyroid hormone blood level by age of 3 weeks يعني في خلال 3 أسابيع لازم يكون الليفل بتاع الزبط. التريتمنت طبعا اللي هو ال تي 4 او الليفيثيروكسين اللي هو نحن الهيدروكسين او الايثيروكس هو ريكومندد فور تريتمنت وهو يعني استابلشد سيف وفيكتيف اكسبنسيف ايزلي ادمنسترد اند ايزلي مونيتور. انيشال دوزنج اوف تروكسين او ايثيروكس اللي هو 10 15 مايكرو جرام لكل كي جي بير دي يعني في الطفل مثلا وزنه 3 كيلو الجرعه هتكون في حدود حوالي 50 مايكرو جرام 45 ل 50 مايكرو جرام في المية نيو بور. طبعا في الاطفال طبعا الجرعه ما فيش منه سيره طبعا فالبرشامه بتطحن وبتتحط له في ميه وبياخدها بالسرنج. طبعا بالنسبه طبعا احنا بنستضيفنا ان في بعض الحاجات بتاثر على امتصاص هرمون الغده الدرقيه فلازم نكون عارفينها. يعني في بعض الالبان اللي بيكون فيها الصويا زي مثلا السيميلاك مثلا اللي هو فيه صويا natural iodine supplementation in iodine deficient area can prevent endemic keratinism but doesn't have a major effect in sporadic congenital hyperthyroidism. Natural iodine deficiency is the most common preventable cause of brain damage worldwide. زي ما قلنا الصويا is the formula may decrease absorption of levothyroxine لكن ده ما معناش ان انا ادي الطفل عادي الفورمولا بتاعته عادي مفيش اي مشكله لكن احتمال ان انا عاوز ان انا ازود الجرعه شويه لازم اعرف اسال الام نوعيه اللبن اللي بياخدها او السبلمنت اللي بياخدها هل فيها صويا ولا ما فيهاش ان ده بيأثر على امتصاص الليفوثيروكسين. طيب هايبوثيروديزم ان ادلتس وده طبعا اللي بنشوفه اكثرنا او معظمنا في العياده بنشوف الاعراض بتاعتها بتبقى مختلفة بتبقى مجتمعة متفرقة يعني الاقي ان المريضة عندها تشكي من في تساقط في الشعر في كونستيبيشن في ريجولار بيريود في الاقي في انفيرتيليتي او 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 ريكارنت ابورشن في ديبريشن في فتيج ويت جين الوزن بيزيد كولد انتوليرانس كونستيبيشن كل الحاجات دي ممكن بتبقى الاعراض بتاعت خمول الغدة الدرقية في الكبار. الهدف من التريتمنت او تريتمنت جول فور هايبوثيروديزم is to reverse the clinical progression and correct the metabolic disturbance. Monitor the blood level of thyroid stimulating hormone and the free T4 يعني المونيتورنج بيكون هنا مقيس ال TSH وال FT4. ال T3 ملوش يعني قيمة تشخيصية في هذا الموضوع. Thyroid hormone is administered through supplement or replace endogenous production. هل مسردزم كان بي أدكوين تريتد وكونسنسن ديلي دوز اوف الليفوثيروكسين طبعا زي ما قلنا في الأطفال هو الليفوثيروكسين هو الدرجة اوف تشويس في تريتمنت اوف أدلت هايبوثيروديزم. طبعا الدوز الثيرويد هرمون كان بي ستارت باي فور ريبليسمنت دوز في الناس اللي سنهم صغير يعني الناس اللي سنهم صغير او الشباب او اللي ما عندوش مشكلة مرضية او ما عندوش مشاكل في القلب او في الشرايين بديله جرعه بتاعته كامله يعني بديله جرعه كبيره 1.6 مايكرو جرام لكل كيلو جرام في اليوم. السيدات الحوامل لما تكون واحده هايبوثيروديزم وبريجننت اوتوماتيك حتى لو تحليلها مظبوط لازم يزود لها الجرعه بنسبه 25% عشان الميتابوليزم في الحمل بيكون زياده والاضطرابات الانفانت نيد او النيونيت بتكون برضه زياده فلازم ازود الجرعه بنسبه 25%. لكن في المرضى الالدرلي بيشنت او عندهم مشاكل في القلب لا ما لا يفضل ان انا ادي له جرعه كبيره لكن اعمل بلوس تريشن ادي له جرعه صغيره واقيس بعد اربع من كل اربع ست اسابيع واشوف الدنيا ماشيه ازاي لكن ما ادولوش جرعه كبيره عشان ما يخلوش في الرزمي او هارت اتاك. In patient receiving treatment with levothyroxine, the dose change should be made every
اربع ست سويك يعني كل اربع ست اسابيع بعمل تحليل تي اس اتش واشوف مستوى التحسن او مستوى التطور اللي حصل للمريض بتاعي. Inpatient و Central Pituitary Hypothalamic العيان اللي عنده مشكله في البيتوتري فمسرع الغده الدرقيه ده ما ينفعش اسمه تي اس اتش، مش بيتابع بالتي اس اتش لكن بتابعه بالتي 4 بعمله اف تي 4 وبشوف الليفل بتاعه والتارجت يفضل انه يكون في الاور سيرت اوف ذا ريفرنس رينج. طيب ايه هو السب كلينيكال هايبوثايرويديزم؟ عيان بلاقي ان تي اس اتش بتاعه عالي مثلا والتي 3 والتي 4 نورمال، فده بقول عليه سب كلينيكال هايبوثايرويديزم. باي ديفينيشن سب كلينيكال هايبوثايرويديزم ريفير تو بايوكيميكال ايفيدنس اوف ثايرويد هرمون ديفيشنسي ان بيشنت هو هاف فيو اور نو ابارنت كلينيكال فيتشر، بلاقي مش عنده اعراض واكتشفه بالصدفه. يعني يكون جاي مثلا يروح لدكتور علاج الطبيعي عاوز يحس فبيعمل له تحليل تي اس اتش فبيلاقيه عادي بس ما عندوش اعراض مثلا خالص، يمكن غير زياده الوزن مثلا. يعني زرار نو يونيفرسال اكسبتد ريكومنديشن فور مانجمنت اوف سبكلينيكال هايبوثايرويديزم، بس برضه ليفي ثايرويدسل از ريكومنديد لو البيشنت عنده زياده في الوزن، بيشنت بريجننت، بيشنت ويش تو كونسيف عنده تاخر في الحمل او تي اس اتش ليفل اكتر من 10 او حصل بدات فيه اعراض تظهر او بوزيتيف انتي تي بي او انتي بودي. الهايبوثايرويديزم اوف بريجننسي طبعا ده مهم جدا جدا خالص برضه، احنا قلنا ان البريجننت لازم ازود الجرعه بنسبه 25% والتارجت بتاعي يكون 2.5 ل 3 اثناء البريجننسي، وبرضه بعملها مونيتورنج كل من في الحمل، يعني بعملها من اربع ست اسابيع كل اربع ست اسابيع، ويفضل اعمل فيتال اسسمنت على الشهر الخامس بفور دي عشان اتاكد ان الطفل ما فيهوش اي كونجنتال انوماليز، لان الهايبوثايرويديزم والبريجنانسي بتبقى خطر على الام وعلى الجنين، يعني ممكن تدخلني في بريجنانسي او انيميا او بوست بارتم هيموريج او انكريز اوف ريسك اوف سبونتينيس ابورشن او لو بيرث ويت او امبير كوجنيتيف ديفلوبمنت اوف ذا اوفيس برين او فيتال مورتاليتي. وبالتالي الهايبوثايرويديزم في البريجنانسي دي من الحاجات المهمه اللي لازم نفضل علاجها وما نتهاونش في العلاج بتاعها. طيب الدايت طبعا بما ان حضراتكم اساتذتنا في موضوع الدايت فاكيد اكيد هتفيدونا اكتر في هذا الموضوع، لكن هو ما فيش سبيسيفيك دايت في الريكوايرد في الهايبوثايرويديزم. لكن طبعا النيوت طبعا الدايت سبليمنت مهمه عشان تمنع حدوث الهايبوثايرويديزم، وبرضه المريض اللي بياخد بياخد ثيروكسين او البروكسين يفضل ان هو لو بياخد كالسيوم او حديد او بياخد منتجات فيها كافيين زي القهوه او النسكافيه ان يبقى في تباعد بينهم وبين الجرعه من 4 ل 6 ساعات، لان الحاجات دي بتاثر على الابزوربشن بتاع حبات الغده الدرقيه، في الحاجات دي لازم يبقى في تباعد بينهم وبين بعض. طبعا اللونج تيرم مونيتورنج ومجرد ان العيان بتاعك ظبط خلاص فانا ممكن اتابعه كل 6 شهور او كل سنه، بعمله تي اس اتش واف تي 4 وبعمله ثيرويد الترا ساوند عشان اطمن على الشكل بتاع الغده وان ما فيهاش مشاكل سواء جويتر او نوديولز. وطبعا زي ما قلنا ان حبات الغده يفضل انها تتاخد على معده فاضيه يعني على الاقل قبل الفطار بساعه. في حاجه المتسيزيما كوما في الناس اللي عندهم هايبوثايرويديزم اللي هم مش بياخدوا العلاج او مش منتظمين في العلاج، ان دي حاجه ميديكال ايمرجنسي ان العيان بيخش لي في كوما بسبب ان ارتفاع مستوى انخفاض مستوى الهرمون البروكسين في الدم، وبالتالي العيان ده لازم يتحجز في عنايه مركزه وياخد التروكسين ياخده اي في او من خلال نازل باسكت تيوب مع كارديو مونيتورنج مع اي في فلويد مع ورمنج. لازم العيان يدفع كويس لان هو بيبقى فيه احساس بنقص هرمون الغده الدرقيه بيعمل لي انخفاض في درجه حراره الجسم، وبالتالي دي من الحاجات المهمه اللي لازم نكون عارفينها ان اي عيان هايبوثايرويديزم معاه ستيبل اوف كونشس ليفل او براندي كارديا او عدم تركيز لازم يتحول فورا عشان يتاكد ان هو ما دخلش في متسيديما كوما، عشان دي من الحاجات الفيتال اللي احنا لازم نبقى عارفينها.
كده المحاضرة انتهت، وشكرا لحضراتكم جميعا. نشكر الدكتور وائل. طبعا انا معلش هستغل وجودك، عايزين نسال بس على حاجتين. رقم واحد، هل في اكسبشن معينه للارقام بتاعت الهايبر او الهايبر سايكليزم؟ يعني هل في حالات معينه لما يبقى الارقام بتاعتها اب نورمال سواء فوق او تحت تمام بيبقى ده طبيعي او ما يعني بيبقى اكسبشن نقدر نعديها ونقول ساعتها انه المريض ده مش محتاج علاج معين؟ لا، هو الاكسبشن يعني في ناس معينه، يعني انا بحاول ادخله في هايبر ثايرويدزم زي الناس اللي عندهم ثايرويد كانسر، فدول انا بديله ورقه تروكسين زياده عشان اعمل سبريشن للتي اس اتش عشان ما اعمليش ريكرنت. فده يعني ممكن يكون عيان، ممكن يعني الهيستوري مهم، يعني لازم أن ممكن عيان انا عاوزه يبقى التي اس اتش بتاعه اقل من الطبيعي عشان عنده ثايرويد كانسر، فانا بديله ورقه زياده عشان اعمل سبريشن للثايرويد للتي اس اتش عشان ما احصلش ريكرنت. ده من الناس اللي هي ممكن لازم التحليل بتاعه مش طبيعي، ده مثلا يعني. السن طيب، يعني لو في ميلز سنها عالي شويه مثلا فوق 60 او حاجه، هل برضه بتطلع بنفس الارقام بتاعتنا والنورمال بتاعنا؟ لا، هو احنا يفضل الاولد ايج يعني ما تعملش معاهم اجريسيف، يعني مثلا الاس اتش بتاعه مثلا 5 و6 مثلا والنورمال 5 ونص، لا يعني ده ممكن اتغاضى عنه، يعني مش عشان هي ممكن مش اللي عندها ميني كومر بيديتس كارديك اسكيمت، فلو دي ممكن اتغاضى عنها 5 و6 5 و7 ومفيش اعراض معاها ممكن ما تاخدش علاج، تبقى فولو اب مثلا امشي بيها فولو اب، مش لازم تاخد علاج يعني. اخر حاجه عشان انا والدكتور سمر مش موجود بنختلف على هي فكره التحليل اللي هو معيار. هل حضرتك شايفه ترند ولا فعلا التحليل هو معيار يعني بيفرق معانا لو هو عالي او واطي، او يعني هل لو انا بس عندي سيمبتومز بس بتاعتها مثلا سكين تاكس او الاكندوزس نيجري كان هل ده يخليني ما اعملش التحليل ولا؟ هو يعني اكتر في الانسولين ريزيستنس الساينز اكتر زي الاكندوزس نيجري كان، يعني هي مور بس ايكونوميك، يعني ممكن انا في ناس عندها كانسوز نيجريكانس وبعمله الهومو بيطلع نورمال مثلا يعني. وفي العكس فهل المفروض نعمله ولا لا؟ والله لو مشينا كلينيكال افضل، يعني لو خدنا العيان كلينيكال افضل يعني، وخصوصا في الناس اللي بيكون يعني طب انا فرضا انا عندي عيان فيها كانسوز نيجريكانس وجاي لي يقول لي ان انا ما التحليل بتاعي كويس مثلا، انا شايف ان هو في اوبيز وفي اكنسوز نيجريكانس وفي كل السيمبتومز بتاع الانسولين ريزيستنس بس اللي هما طلع مش يعني طلع مظبوط مثلا يعني، فانا همشي مع التحليل ولا همشي مع اللي انا شايفه؟ طبعا بس دي وجهه نظر يعني. انا بشكرك جدا يا دكتور. ودكتور اسال حضرتك سؤال معلش، في حالات بتبقى نحيفه جدا التي اس اتش بتاعها بيبقى في حدود النص 5 من 10 6 من 10، هل دي في تعامل معاها مع الغده الدرقيه؟ والله انا بشوف اولا بشوف الثيرويد التراساوند، هل في مشكله في الثيرويد التراساوند ولا لا؟ بشوف الانتي بوديز الانتي تي بي او الانتي تي اي في مشكله فيهم ولا لا، وبعد كده بعمل له فولو اب يعني كل فتره بعمل له تي اس اتش واشوفه، لكن هو طالما في الريفرنس رينج حتى لو نورمال مش هاخد له علاج، لكن على عكس لو هاي نورمال وواحده انتي تي بي او بوزيتيف بتدور على حمل وكده، لا لازم نوصله 2.5 ل 3 عشان يبقى الامور مواتيه عشان تكون سيف يعني. بشكرك جدا يا احتماليه انها ممكن تتحول لحضراتكم وتلاقوا لها بروتوكول معين.
دي التيارات سبيسيفيكيشن. التيارات سبيسيفيكيشن ده بيحدد الريسك بتاعتي من 1 لـ 4 لـ 5 من 1 لـ 5 كمان. فهو العيان ده التيارات سكان والنديول دي حجمها كام سنتي، هل هي محتاجه اعملها فاين نيدل اسبيريشن ولا مش محتاجه اعملها فاين نيدل اسبيريشن، وهل دي فور سيرجري دلوقتي على طول ولا ممكن اتبعها بالاشعه كل فتره وبالبيوبسي كل فتره واشوف البروجريس بتاعها. يعني كل عيان بيختلف عن الاخر. يعني ممكن الاقي عيان عنده مالتي نوديول جويتر ومش محتاج جراحه، لكن عيان عنده ممكن نوديول واحده وتكون التيرنج بتاعها 5 أو 4 بي مثلا وحجمها كبير وفيها ريسك اوف مالينسي ممكن تبقى فور سيرجري. فكل عيان بيبقى مختلف عن الاخر. يعني لا مش كل عيان يحاول على الجراح، يعني مش كل عيان، يعني حسب التقييم بتاع زي ما بقول لحضرتك التقييم بتاع الاشعه والتقييم بتاع العينه. انا بعمل عينه وبشوف الدنيا بدنا هعمل ايه بعد كده. في احتماليه في النودولر ان هو يتابع ويحس معايا بصوره كويسه او تمام؟ في احتماليه ان وزنه يتحسن معايا بصوره؟ لا، النودول مش هتنزل في الحجم. يعني هو النودول مش هتقل ومش هتروح، احنا بنتابعها عشان نتاكد ان هي ما زادتش في الحجم يعني. تمام؟ شكرا. تسلم. في سؤال ثاني يا شباب للاستاذ الدكتور وائل؟ اي اسئله ثانيه؟ نشكرك جدا دكتور وائل، الدكتور احمد ربي.